في شهر فبراير 2013 طلبت مني المؤسسة العسكرية بأن أنزل إلى الضباط والجنود في المؤسسات وفي الجيوش المختلفة. ذهبت للجيش الثاني والثالث والمنطقة الغربية والمركزية والكلية الحربية، أجلس مع آلاف الضباط. سألت سؤال قبل أن أمضي، هل تعرفون ماذا سأقول؟ أنا ضد محمد مرسي وضد الإخوان من اليوم الأول، وأتهمهم بالخيانة. فهل ستقبل المؤسسة العسكرية أن أتكلم مع الضباط، ضباط الجيش، بهذه اللغة؟ أخاف أن أحرج سيادة الفريق. فقيل لي انزل وقول اللي أنت عايزه. والله في شهر مارس وقف أمامي أربعة من طلاب الكلية الحربية وبجواري نائب الكلية، نائب مدير الكلية، وقالوا نحن نتهم محمد مرسي بأنه فرط في الأمن القومي وباع تراب الوطن وصفق كل الحاضرون. هل رأيتم هذا الرجل الذي كان يدرك تماما أن في الكلية الحربية في هذا الوقت عدد من الطلاب الإخوان، وأنهم ينقلوا بالتأكيد كل هذا الكلام، لكنه كان من الشجاعة ومن القوة إلى درجة أنه في فبراير ومارس 2013 أعطى للجنود والضباط والطلاب الحق في انتقاد مرسي بكل قوة، لم يخف، لم يتراجع، لم يتردد.